يوم التقاعد حان والملتقى حان في حفلة التكريم نادي الجزالي مبروك للمتقاعدات بعد بلحان معلمات وقدرهم فوق عالي يوم التقاعد حان والملتقى حان في حفلة التكريم نادي الجزالي مبروك للمتقاعدات بعد بلحان معلمات وقدرهم فوق عالي متقاعدات اليوم والكل فرحان من بعد خدمتهن سنين طوالي نور الضياء تجالي الطيب عنوان رمز التفاني والعطاء معاين جازل المشهود تشوفه الأعيان وكل اللابس طاوب عون الجزالي ذي عايشة خلوفة للجد عنوان يفخر بها التعليم أول وتالي لها مسيرة حافلة شانها شان بأخلاقها وعطاها مضرب مثالي حصة مشرقي في كل ميدان حازت على كل العلوم الجزالي خلود علي لجال وفخر للأوطان محبوبة للكل وأغلى الغوالي وسارة خالد من ماضي زمان من ثانية للعلم بأول وتالي بالطيب والأخلاق ما مثلها إنسان وبعلمها الغنم تزيد اكتمالي وخلود المجممين نور الأعيان المبدع اللي تعتني للمعالي فعولها وتاريخها خير برهان إنها أصيلة وبنت خير الرجالي وفاطمة خلوفة تشبه للمزان في طيبة وعطاء دوم والفعالي وردة جميلة تروح من أحلى بستان وابداعها جواز حدود الخيالي ليلة مبارك لها قدر نوشان متفانية بعملها في كل حال سيرة لها بالمجد بصمة وبرهان فيها الخلق والطيب زين الحصاني واختامها يسعدكم المولى سبحان بالخير والتوفيق لكم دوم فالي.